بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس اليوم إن شاء الله بعنوان الفصل الخامس اللي هو الكيمياء الكهربائية. الفكرة العامة بتاعت الدرس يمكن تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية كما يمكن تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية. يعني ممكن نحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية، ويمكن ان احنا نحاول نعمل العكس ان هو نحول الطاقه الكهربائيه الى طاقه كيميائيه. الفصل ده هندرسه في 3 دروس. الدرس الاولاني بعنوان الخلايا الجلفانيه، اتكلم فيها عن الاكسده والاختزال في الخلايا الايه الجلفانيه، وبعد كده ناخد تطبيق اللي هي البطاريات، تطبيق على الخلايا الجلفانيه اللي هي البطاريات، وبعدين ناخد الفصل الثالث اللي هو التحليل اللي ايه التحليل الكهربائي. احنا شايفين الصوره اللي عندنا فيه اسد، اللي التقط الصوره ده ايه للاسد ده هو عباره عن كاميرا. الكاميرا دي فيها اجهزه استشعار بيجعلها بتعمل عندما يقترب الحيوان منها، فتاخد الصوره بهذا الايه بهذا القرب، يعني زي ما بيقولوا الأجهزة الاستشعار دي بتشتغل بالأشعة تحت الحمراء، وتستعمل أيضا مجسات الضغط الحساسة. عندنا في بطارية في جهاز الاستشعار، وفي بطارية في الكاميرا. هو ده الجزء اللي بنركز عليه، تمام. اللي عندي في عندي بطارية حاجة اسمها بطارية ليثيوم، وفي عندي بطارية القلوية. ده يدخلنا على درس بتاع اليوم اللي هو الايه الخلايا الجلفانية. درس اليوم بعنوان الخلايا الجلفانية. زي ما احنا قلنا قبل كده ان تفاعلات الأكسدة والاختزال، فبنقول بتحدث الأكسدة في الخلايا الجلفانية عند الأنود. ده الفكرة الرئيسية بتاعتنا. عند يبقى تفاعل الأكسدة هيحدث عند الأنود اللي اسمه المصعد، وتفاعل الاختزال هيحدث عند الكاثود اللي هو المهبط. الالكترونات بتتحرك من المصعد الى المهبط. علشان كده الاهداف بتاعتنا، الاهداف بتاعت الدرس، بنوصف طريقه للحصول على طاقه كهربائيه من تفاعل الاكسده والاختزال، وبعدين بنحدد اجزاء الخليه الجلفانيه، وبنفسر كيفيه عمل كل من هذه الأجزاء. فسر كيفية عمل كل من هذه الايه كل من هذه الايه الأجزاء. يبقى ده بالنسبة لمين؟ ده بالنسبة ليه الايه الجزء الأولاني أو العنوان اللي هو الخلايا الايه الخلايا الجلفانية. طيب، يبقى عندنا بالنسبة للخلايا الجلفانية قلنا تحدث الأكسدة في الخلايا الجلفانية عند الأنود اللي هو المصعد، منتجة إلكترونات تتدفق نحو الكاثود اللي هو المهبط، حيث يحدث الإيه؟ حيث يحدث الاختزال. علشان نعرف ارتباط الأكسدة، نصف الأكسدة مع نصف الاختزال، مهم جدا. لو احنا جبنا ورقة مثلا 50 ريال ولا 100 ريال أو ريال وقطعناه نصفين، هل ممكن احنا نستعمل نصف دون الآخر؟ لا طبعا. يبقى لابد ان لا يمكن استعماله من دون النصف الايه الآخر. ده برضه هينطبق على الخلايا، لابد من وجود نصفي خلية. بالنسبة للخلية الجلفانية يجب وجودهما معا عشان ينتج للايه عشان ينتج الطاقه. علشان كده احنا هنوصف في نهايه الدرس، نوصف طريقه للحصول على طاقه كهربائيه من تفاعل الاكسده والاختزال، ونحدد اجزاء الخليه، ونفسر كيفيه عمل كل من هذه الايه الاجزاء. طبعا في البدايه لازم نعرف يعني ايه كيمياء كهربائيه. يعني ايه كيمياء كهربائيه؟ الكيمياء الكهربائية يعني إيه؟ يعني العلم
اللي بيهتم بدراسة يبقى الكيمياء الكهربائية، دراسة عمليات الأكسدة والاختزال اللي بتتحول من خلالها الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية. يبقى دراسة عمليات الأكسدة والاختزال التي تتحول من خلالها الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية. يبقى عارفين إن إحنا عارفين إن تفاعلات الأكسدة والاختزال بتتضمن انتقال الإلكترونات من اللي هو قطب الأكسدة إلى قطب الاختزال. اللي القطب اللي بيحدث عنده أكسدة إلى القطب اللي بيحدث عنده اختزال. يبقى لو خدنا مثال، مثلا خدنا مثال اللي إحنا شايفينه قدامنا عند تفاعل خرسين مع النحاس، أيونات النحاس هيدينا أيونات الخرسين زائد النحاس اللي بتنتقل الإلكترونات منين؟ تنتقل الإلكترونات من الخرسين إلى النحاس. ليه من الخرسين إلى النحاس؟ عشان الخرسين حصلت له أكسدة، تتأكسد ذرات الخرسين عشان تكون أيونات خرسين زد إن موجب 2، وأيون النحاس اللي هو سي يو موجب 2 هيكتسب الإلكترونين ده هما اللي فقدتهم ذرة الخرسين عشان يكون لي ذرة ذرة النحاس اللي هو في التفاعل لزد إن زائد السي يو موجب 2 هيدينا زد ان موجب 2 زائد السي يو. اللي بيحصل هنا انه بيحدث حاجه اسمها انصاف التفاعل. ايه هي انصاف التفاعل ده؟ التفاعل ده هو بيتكون من نصفين، نصف تفاعل اكسده ونصف تفاعل اختزال. يبقى نصف تفاعل اكسده اللي هو زد ان هيعطيني زد ان موجب 2 زائد الاثنين الكترون، او نصف تفاعل اكسده حصل فقدان الالكترونات، وبعدين نصف تفاعل الاختزال اكتساب الالكترونات دهيا، يبقى السي يو موجب 2 زائد الاثنين الكترون هيديني ذرات اللي هي السي يو. ايه اللي هيحصل لو فصلنا نصف تفاعل الاكسده عن نصف تفاعل الاختزال؟ هل ممكن ان هو يحدث التفاعل؟ علشان كده نروح نشوف الشكل اللي احنا قدامنا ده اهو، عندي فيه A وB. في الشكل A جبنا غمست شريحة خرسين اهي في محلول كبريتات الخرسين. يبقى ده اهو اسمه كبريتات الخرسين، المحلول اللي هنا اسمه محلول كبريتات الخرسين. وغمست شريحة نحاس، دي اسمها شريحة نحاس اهي في محلول كبريتات النحاس، والتركيزين طبعا واحد ام، يعني التركيزين متساويين. بعد كده ده كده نصفين، ده نصف الاولاني وده النصف الاخر. هيحدث تفاعل أكسدة واختزال. طيب وبعدين هنستخدم سلك عشان نوصل الشريحتين ببعض، شريحة الخرسين بشريحة النحاس عن طريق سلك نحاسي. السلك النحاسي ده هو الممر لتدفق الإلكترونات. يبقى السلك النحاسي ده هو الإلكترونات اللي هتنتقل عن طريق السلك ده. طيب هل الطريق اكتمل كده علشان تمر الإلكترونات وتتولد الطاقة؟ لا، امال ايه اللي باقي؟ اللي باقي عندنا ان احنا نشوف شكل بقيه الشكل اهو، اضافه حاجه اسمها بنضيف القنطره الملحيه. ايه القنطره الملحيه دي؟ عباره عن اسطوانه، تمام، انبوبه اسطوانيه يعني. انبوبه اسطوانيه دي فيها محلول موصل للتيار الكهربائي اللي هو محلول الكي سي ال، محلول الكتروليتي. المحلول ده هو الالكتروليت ده هو هيعمل كممر للايونات. يبقى اضافه القنطره الملحيه الى جانب السلك تعمل على اكمال طريق التدفق، فتتحرك الايونات السالبه خلال القنطره الملحيه نحو الخرسين. يبقى الايونات السالبه هتروح ناحيه الخرسين، والايونات الموجبه هتروح ناحيه الايه؟ هتروح ناحيه النحاس. يبقى ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه لي. ايه بقى النصف الاولاني ده؟ هو هسميه نصف تفاعل الاكسده اللي هيحدث عنده زد ان، لان زد ان موجب 2 زائد 2 الكترون، والسي يو اللي هيحصل عندها اختزال سي يو موجب 2 زائد 2 الكترون هيديني سي يو، ده اسمه نصف تفاعل الاختزال. يبقى انا عندي نصفين مهمين جدا، اللي زي ما احنا قلنا قبل كده إن لابد عشان يحدث تفاعل الأكسدة هيحدث تفاعل الاختزال. برضه هنقول علشان يوجد نصف تفاعل أكسدة لابد أن يوجد نصف تفاعل اختزال عشان يضيء المصباح الكهربائي، عشان يضيء
المصباح الكهربائي. اللي قدامنا دهيًا ده بنسميها خلية جلفانية. الخلية الجلفانية دهيًا نوع من أنواع حاجة اسمها الخلايا الكهروكيميائية. إيه الخلايا الكهروكيميائية دهيًا؟ خلايا الكهروكيميائية تمام؟ عبارة عن جهاز يستعمل تفاعل الأكسدة والاختزال لإنتاج طاقة كهربائية. يبقى الخلية الكهروكيميائية جهاز بيستعمل تفاعل الأكسدة والاختزال لإنتاج طاقة كهربائية، أو بيستعمل الطاقة الكهربائية لإحداث تفاعل كيميائي، يعني العكس. يبقى دي اسمها الخلية الكهروكيميائية. وأول نوع من أنواع الخلايا الكهروكيميائية اللي احنا خدناه من شوية اسمه الخلايا الجلفانية. الخلية الجلفانية عبارة عن إيه؟ عبارة عن نوع من الخلايا الكهروكيميائية اللي بتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية بواسطة تفاعل أكسدة واختزال. يبقى خلايا تمام؟ يبقى الخلية الجلفانية نوع من أنواع الخلايا الكهروكيميائية تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية بواسطة تفاعل أكسدة واختزال، والتفاعل ده هو النوع إيه؟ نوع تلقائي. وتسمى ببعض الأحيان تمام بالخلايا الفولتية نسبة إلى العالم فولتا، أليساندرو فولتا، العالم الفيزيائي الإيطالي اللي نسب إليه الاختراع عام 1800 ميلادي. طيب إيه اللي بيحصل بقى في الخلية؟ كيمياء الخلايا الجلفانية. كل خلية من الخلايا الكهروكيميائية دي بتتكون من جزئين، كل نصف يطلق عليه نصف الخلية، بيحدث فيهما تفاعلات الأكسدة والاختزال منفصلين، وكل نصف خلية بيحتوي على إيه؟ على قطب ومحلول. زي ما احنا قلنا النحاس موجود في قطب النحاس، موجود في محلول كبريتات النحاس، وقطب الخرصين موجود في محلول كبريتات الخرصين. القطب عبارة عن إيه�ة؟ مادة تكون موصلة للتيار الكهربائي، والمادة دي بتكون قطعة معدنية أو قطعة من الجرافيت توصل الإلكترونات من محلول نصف الخلية وإليه. تمام كده؟ يبقى عندي نصف، قلنا النصف اللي هيحدث فيه اللي فيه قطب الخرصين ده هيحدث فيه نسميه نصف تفاعل أكسدة، والنصف اللي موجود فيه قطب النحاس ده هنسميه نصف تفاعل الاختزال. التفاعل اللي بيحدث في كل نصف خلية يسمى تفاعل نصف الخلية. القطب اللي بيحدث عنده تفاعل الأكسدة تمام بنسميه الأنود. تمام؟ اسمه إيه؟ يبقى القطب اسمه الأنود اللي هو المصعد. والقطب اللي بيحدث عنده تفاعل الاختزال بنسميه الكاثود. بنسميه الإيه؟ بنسميه الكاثود. طيب بالنسبة للخلية الجلفانية، الخلايا الجلفانية والطاقة، طاقة تتوضع لأي جسم بتنتج عن موضوعه أو مكوناته، علشان كده بتعد طاقة الوضع الكهربائي، طاقة الوضع الكهربائي في الكيمياء الكهربائية مقياس كمية التيار اللي بيمكن تولدها، مقياس كمية التيار اللي بيمكن إيه؟ تولدها. طيب ال 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 القوة الدفع الكهربائية اللي بتنشأ، يبقى القوة الدفع الكهربائية التي تنشأ عن وجود فرق في طاقة الوضع الكهربائية ما بين القطبين تعرف بجهد الايه؟ الخلية. وجهد الخلية دهون هو الوحدة المستعملة في الفولت، يبقى الوحدة اللي بستعملها في قياس جهد الخلية اسمها الايه؟ اسمها الفولت. فرق الجهد في الخلية الجلفانية هو إشارة إلى كمية الطاقة المتوافرة لدفع الإلكترونات من الأنود إلى الكاثود. من الانود الى الايه؟ الى الكاثود. يبقى ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لفرق او الخلايا الجلفانيه والايه؟ والطاقه. طيب نروح نعمل كده نظبط على حاجات يعني زي ما نقول ازاي يبقى بنقول الخلايا الكهروكيميائيه او أول حاجة عندنا قلنا الكيمياء الكهربائية، الكيمياء الكهربائية. اختصار كده الكيمياء الكهربائية دراسة
تفاعلات الأكسدة والاختزال لإنتاج الطاقة. لإنتاج ليه؟ الطاقة دي اسمها الكيمياء ليه؟ الكيمياء الكهربائية. عندنا في الكيمياء الكهربائية حاجة اسمها الخلايا الكهروكيميائية. الخلايا الكهروكيميائية. الخلايا الكهروكيميائية دي تنقسم إلى نوعين. تنقسم إلى نوعين. يبقى الخلايا الكهروكيميائية الأجهزة اللي بتستعمل، قلنا هو أجهزة بتستعمل الطاقة الكيميائية لحصول على طاقة كهربائية أو العكس. طب تعالى نشوف بقى النوع الأولاني، قلنا سميناه اسمه الخلايا الجلفانية. الخلايا أو الخلية، أي الخلية الجلفانية. الخلية الجلفانية دهيا بنتحول لتحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية. يبقى تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية دي الخلية ليه؟ الخلية الجلفانية. طيب دي التفاعل فيها تفاعل تلقائي. تفاعل تلقائي. وهنشوف بعد كده يعني إيه تفاعل تلقائي. النوع الثاني من الخلايا اسمها الخلية التحليلية. الخلية التحليلية دهيا بتتحول الطاقة الكهربية إلى كيميائية. يبقى تحويل الطاقة العكس بقى، الطاقة الكهربية الكهربائية أهي إلى كيميائية، إلى طاقة كيميائية. والتفاعل فيها بيكون تفاعل غير تلقائي. غير تلقائي. طبعا هندرس بالنسبة للخلية الجلفانية دي، هندرس نوع البطاريات. تمام. وبالنسبة للخلايا التحليلية هندرس تحليل المية، ماء البحر، وهكذا بالنسبة للخلايا الايه؟ بالنسبة للخلايا التحليلية. طيب نيجي نشوف الخلية الجلفانية بتتكون من ايه؟ لو قلنا كده اهي الخلية الجلفانية. الخلية الجلفانية يبقى الخلية، نمسك أي خلية يعني إيه، خلينا نقول ناخد مثال الخلية الجلفانية. الخلية الجلفانية تتكون من نصفين، قلنا نصف تفاعل هنسميه كده نصف تفاعل أكسدة، نصف تفاعل نصف تفاعل أكسدة. وهنا هو نقول نصف تفاعل اختزال. نصف تفاعل أو نصف خلية يعني، نصف تفاعل اختزال أو نصف خلية الأكسدة ونصف خلية الاختزال. كل نصف خلية نمسك مثلا نصف خلية، نصف تفاعل نصف خلية الإيه؟ الأكسدة عبارة عن إيه؟ عبارة عن إناء. الإناء ده هو محطوط فيه قطب الخرسين. تمام. وقطب الخرسين ده هو موجود في محلول كبريتات الخرسين اللي هو ZnSO4، وهنا Zn. النصف الثاني نصف تفاعل الاختزال عبارة عن إيه؟ عبارة عن إناء برضه. الإناء ده هو محطوط فيه، تمام، قطب النحاس، هنقول هو نسيو. تمام. والنحاس ده هو برضه موجود فيه محلول كبريتات النحاس CuSO4.
هنا يبقى ده اسمه نصف تفاعل أكسدة ونصف تفاعل، نصف تفاعل أكسدة ونصف تفاعل اختزال. إيه اللي بيحصل في النصف ده؟ هو نصف تفاعل أكسدة، إن الزد إم بيعطيني زد إم موجب 2 زائد 2 إلكترون. طيب النصف تفاعل الاختزال بيحصل في إيه؟ إن السي يو موجب 2 زائد بتكتسب الاتنين إلكترون ده هما علشان يعطيني السي يو. طب الالكترونات ده هي تنتقل من خلال ايه؟ الالكترونات ده هي تنتقل من خلال سلك، تمام، نحاسي بيوصل ما بين الاثنين. سلك النحاسي ده هو لو جينا وحطينا ان هو لمبه، تمام كده، هو بالشكل ده هو، هل اللمبه دي هتضيء او المصباح، يعني هل المصباح هيضيء كده؟ يبقى هنا هو اسمه كده تدفق الالكترونات، الالكترونات بتتدفق في هذا الاتجاه ممر. يبقى السلك النحاسي ده نسميه، هنقول كده سلك نحاسي. السلك النحاسي ده هو ممر لتدفق الالكترونات. طب الالكترونات ده هل الدايره كده اتقفلت علشان المصباح يضيء وده اكتمل؟ لا، في عندنا حاجه اسمها القنطره الملحيه. قنطره ليه؟ القنطره الملحيه عشان تكمل لنا عمليه تدفق الايونات. قنطرة ملحية، يبقى دي اسمها قنطرة ملحية. القنطرة ملحية دي اسمها قنطرة ملحية. القنطرة الملحية دي فيها اللي هي عبارة عن محلول مادة اسمها وليكن مثلا الكي سي ال اللي هو محلول الالكتروليت. عندي كده مباشرة أول ما نوصل القنطرة الملحية يبدأ المصباح يحصل له إيه؟ المصباح يضيء. يبقى أنا كده حولت الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية. يبقى أنا عندي سلك النحاس ده ممر للإلكترونات، أما القنطرة الملحية فهي عبارة عن ممر للأيونات. طيب قطب الخرسين هنا هسميه إيه؟ ده اسمه مصعد. تمام، يبقى ده اللي بيحدث عنده الأكسدة يبقى اسمه مصعد أو آنود. يبقى ده اللي يبقى بنقول كده مصدر للالكترونات، المصعد او الانود. اما قطب النحاس فهسميه مهبط او كاثود. مهبط اهو او ايه؟ او كاثود. تمام، يبقى انا عندي دلوقتي المصعد، يبقى الالكترونات هتتحرك من المصعد الى المهبط، وبعدين الايونات كل بقى الايونات هتتحرك كل واحدة في الاتجاه المعاكس لها، بحيث يبقى نحن كده كملنا الدايرة فينتج ايه؟ فيظهر عندي انتاج الايه؟ انتاج الكهرباء. يبقى دي اسمها الخلية الجلفانية، يبقى فيها نصف تفاعل أكسدة وفيها نصف تفاعل ايه؟ اختزال. وكده بتنتقل الالكترونات من الخرسين الى النحاس. يبقى انا كده اسمها الخلية الجلفانية، ونتج عنها تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية.